السلام عليكم مشاهدينا الأحبة الكرام، رمضان كريم عليكم يا رب وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في مسابقة معارف التراث. هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة بأجواءها الرمضانية والفرقية ما بين طلبة الجامعات العراقية. نتمنى يا رب الفوز إن شاء الله لكل المجتهدين ولكل من لهم نصيب بالفوز معنا في هذا الموسم الثالث من هذه المسابقة. اليوم المباراة الحاسمة ما بين فريقي جامعة بغداد وجامعة القادسية، من راح يفوز بهذه المسابقة بهذه الحلقة؟ ننتظر هذا ما سيكشفه الوقت القادم والجولات الثلاث وما فيها من أسئلة متنوعة مختلفة ستطرح على المشاركين معنا. كونوا ويانا وخلونا مع جامعة بغداد نبلش بالجولة الأولى، وإن شاء الله يا رب التوفيق لكم يا شباب، ونتمنى تكونون من الفائزين معنا بهذه المسابقة. نبلش ويا محمد. إن شاء الله محضرين كل همتنا، إن شاء الله إحنا نخلي كل تعبنا وكل كل اللي قضيناه أمام قواتهم، وإن شاء الله نكون الأحسن. كل التحايا إليك ولفريقك مرتضى ومحمد أيضا، أهلا وسهلا بكم. ونبلش وياك يا محمد ونروح للسؤال الأول اللي قيمته 10 نقاط. مباشرة السؤال يقول: تقع قلعة ذرب في محافظة الديوانية أم العمارة أم كربلاء؟ قلعة الذرب وين تصير؟ 30 ثانية بس وياك، حاول تنطينا إجابة إن شاء الله وتفتتح الجولة بعشر نقاط. كربلاء. إن شاء الله كربلاء. كنترول مباشرة نروح إلى كربلاء. الإجابة صح أم خطأ يا كنترول؟ الإجابة خاطئة يا محمد للأسف. كنا نتمنى تصير 10 لكن بقت 0. خلونا نحاول على الأسئلة الجاية يا شباب ونروح إلى سجاد. اليوم ويا جامعة بغداد صرنا ويا ورث NBA، والله نقدر اللي نسوي. كل الترحاب بفريق جامعة القادسية سجاد وسجاد وصفاء، حياكم الله وكل الهلا. سجاد نبلش وياك، قيمة السؤال 10 نقاط، وسؤالك يقول: من أهم المواقع الآثارية في محافظة الديوانية هي قوس خان، سير خان، آس خان؟ ركز وانطينا الإجابة. والسؤال يتكلم عن محافظتك اللي هي الديوانية القادسية، من أهم المواقع الآثارية فيها شنو؟ 30 ثانية باقي منها 15 يا سجاد، يلا حاول تنطينا إجابة صحيحة. إن شاء الله الإجابة الأولى. قوس خان تأكد. كنترول نروح للإجابة الأولى، قوس خان إجابة صح ولا خطأ؟ من راح يفتتح الجولة؟ إجابة صح، عافية عليك يا سجاد. القادسية 10 بغداد 0 لا شيء لحد الآن. مرتضى. خسارة واحدة بس، فوز واحد، خسارة مع بابل، يعني اليوم والقادسية بالخسارة يعني شوي صارت تمة، لأن عبرنا مرحلتين باعتبار. نروح وياك، خلي الإيقاع السريع شوية وخلونا متفاعلين، الجولة الأولى نحتاج بها همتكم. يلا سؤالك يقول: يا مرتضى، أصدر الشيخ محمد علي بلاغي أول مجلة في النجف الأشرف، ما هي؟ هل هي مجلة العلم أم مجلة لغة العرب أم مجلة الاعتزال؟ أول مجلة صدرت له في النجف الأشرف شنو هي؟ 30 ثانية يا مرتضى، ما عندكم ولا نقطة، الفريق المقابل عنده 10. هذه اللعبة الحاسمة، ممكن من عدها تروحون للخمسة والثلاثة والاثنين مليون. نتوقع إن شاء الله الجواب الأول مجلة العلم. يقول نتوقع وإن شاء الله مجلة العلم هي الإجابة الأولى. كنترول نثبت على الإجابة الأولى اللي هي مجلة العلم، هل هي إجابة صح أم خطأ؟ كنترول يقول خطأ، مجلة الاعتزال هي الإجابة الصحيحة يا مرتضى. يلا يا سجاد ان شاء الله اليوم ويا جامعة بغداد خسرنا فوز وتأهلنا. يعني بشق الانفس من ذا ما اقول، والله ما تنوصف جميله، وخاصه من خلف الكواليس، يعني احنا قايلك استاذ قايلك المبروك ضمها للنهايه. نرجع وياكم مع جامعه القادسيه، والسؤال لك يا سجاد يقول: في الجهه الجنوبيه من مرقد امير المؤمنين عليه السلام تقع محله، اكو محلات قديمه في مدينه النجف الاشرف،
من الجهة الجنوبية أي محلة، هل هي العمارة أم المشراق أم البراق، أي محلة من هذه المحلات هي التي تكون في الجهة الجنوبية لمرقد أمير المؤمنين. ركز 30 ثانية سجاد، مقابل 10 نقاط ممكن تنضاف إلى رصيدكم. يلا إن شاء الله الإجابة الثالثة البراق. محلة البراق، ثبت على هذه الإجابة يا سجاد، نثبت يا كنترول مع سجاد ونروح إلى محلة البراق وإلى النجف الأشرف، هل هي الإجابة الصحيحة أم لا؟ كنترول خلي العشرة تصير 20 وقلهم مبروك. مبروك عليكم وإجابة صح، عفية عليك يا سجاد، العشرة صارت 20. وجامعة بغداد نحتاج منكم تفتتحون الجولة بنقاط. الدور إليك يا محمد. اليوم أتوقع الفوز إن شاء الله، يعني طبيعة الأسئلة تجلن تختلف من حلقة إلى حلقة. الأسئلة أشوف بداياتها سهلة، سواها للمتسابق، بعدين شوية شوية تصعب، السؤال الأخير يصير لغز تقريبا. والسؤال يقول: سميت مدينة الإسكندرية بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها من هو؟ الإسكندر الثالث أم الإسكندر الأكبر أم الإسكندر الأوسط؟ يلا يا أستاذ محمد، وياك ونحتاج منك إجابة. نعم، شنو إجابتك من بين الإجابات الثلاث؟ الوقت بلش ينتهي ويانا. الإجابة الصحيحة هي الإسكندر الأكبر. إجابة صحيحة. نعم. لو إجابتك إجابتي والإجابة الصحيحة. إجابتك والإجابة الصحيحة، متأكد؟ يلا يا كنترول، الإسكندر الأكبر هل هي الإجابة الصحيحة وفق ما يقول محمد لو لا؟ يلا يا كنترول نضيف لهم 10 ونفتتح وياهم الجولة بعشر نقاط لو لا. الإسكندر الأكبر إجابة صح، عفية عليك، 10 نقاط لجامعة بغداد مقابل 20 نقطة لجامعة القادسية. نروح المرة الصفاء. والله أكيد فرحة، بس هي بعد نهايات. لا مو خوفة، الكل يطمح في الفوز إن شاء الله. الأسئلة تحكم يبيها نوع من الصعوبة، نقدر علينا وإن شاء الله الفوز. صفاء ركز ويانا وخلي نعدل ونضيف 10 نقاط جديدة. وسؤالك يا صفاء يقول: كان لهدم القبتين الشريفتين وقع بالغ في نفوس محبي آل البيت عليهم السلام، إذ هدمت القبتان بتاريخ 22/2/2005/2006/2007. ركز لي، قبتان الإمامان العسكريان لسامراء، يلا توكل على الله ونقول الجواب الثالث 2007. إذن هدمت قبة الإمامين العسكريين بتاريخ 22/2/2007. يا كنترول هل الإجابة صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ صفاء يزعم إنها في عام 2007. الإجابة خطأ يا صفاء، الإجابة الصح هي 2006، وبقينا على 20 نقطة. سؤالكم الجماعة يا شباب، العشرة خلوها 20، خلي نحاول نوصل للتعادل قبل ما نطلع من الجولة الأولى. سؤالكم يقول يا شباب: المتحف البغدادي للفلكلور الشعبي في بغداد وقد افتتح عام 1970 على ضفاف نهر دجلة، وهو قرب ماذا؟ المدرسة المستنصرية، المتحف العراقي، أم جامع مرجان؟ ثلاثين ثانية. إجابة يا شباب، الجواب الصحيح هي المدرسة المستنصرية، قرب المدرسة المدرسة المستنصرية، الاختيار الأول. كنترول نروح إلى الاختيار الأول، والشباب يقولون هو الإجابة الصحيحة، هل هو إجابة صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ يلا ننتظر من الكنترول الجواب، المدرسة المستنصرية صح أو خطأ؟ الإجابة صح، عفي عليكم، والعشرة صارت 20. يا شباب أنتوا تقدمتوا وعدكم 20، تحتاجون تسووها 30 وتحافظون على تقدمكم ونطلع للجولة الثانية. سؤالكم يقول:
خلينا نشوف سؤال المجموعة، مجموعة القادسية. نهر الغراف من الأنهار المعروفة في محافظة ذي قار، وهو يأخذ مياهه من دجلة أم الفرات أم نهر البدعة؟ مين يأخذ الماي؟ يلا للبدعة لو من دجلة لو من الفرات. يلا وين الجغرافيا؟ دجلة. ها سجاد، ان شاء الله نتوكل على الله ونقول نهر. ايه دجلة. يا نهر، نهر دجلة ان شاء الله. نهر دجلة كنترول يقول نهر، يعني كان متردد كأنه، لكن قال نهر دجلة. هل نهر دجلة هو صحيح، هو من يزود نهر الغراف بالمياه أم لا يا كنترول؟ نهر دجلة صح أم خطأ؟ إجابة صحيحة، عفية عليكم. والعشرين صارت 30. إذن 30 مقابل 20 نقطة هو حصاد الجولة الأولى ويانا مع جامعة بغداد وجامعة القادسية. خلونا نروح فاصل، بعد الفاصل راح نرجع ونشوف الموازين والأرقام شلون راح تتغير. خليكم ويانا متابعين، فاصل قصير وبعد راجعين. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل في حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث، مباراتنا الحاسمة ما بين فريقي جامعة بغداد وجامعة القادسية. واليوم ما شاء الله القادسية عندهم 30 نقطة كحصاد للجولة الأولى، بينما جامعة بغداد عندهم 20 نقطة فقط كحصاد للجولة الأولى. الجولة الثانية راح تتغير بها التفاصيل وممكن تتغير بها النتائج، هذا مرهون بإجاباتكم الصحيحة ودقة معلوماتكم. راح نبلش ويا القادسية ونروح وياك يا سجاد، نروح للسؤال الأول بهذه الجولة واللي قيمته 30 نقطة ب يعني عدد ما لديكم من نقاط حاليا، سؤال واحد فقط. نروح إلى سؤالك وإن شاء الله تكون مستعد. إن شاء الله كنترول، نروح إلى السؤال الأول في الجولة الثانية. السؤال يقول: من هو الشاعر الذي لقب بشاعر العرب الأكبر؟ محمد مهدي الجواهري، أحمد شوقي، معروف عبد الغني الرصافي، شاعر العرب الأكبر. يلا يا سجاد السؤال إليك وحدك، 30 ثانية فقط وياك. أنت اختصاص علوم إسلامية، يعني مريت على الأدب. إن شاء الله الإجابة الأولى. الإجابة الأولى محمد مهدي الجواهرية كنترول، نعتمد الإجابة الأولى وعسى أن تكون هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة، ونضاعف الثلاثين ونسويها 60 يا كنترول. إيه لو لا؟ يلا كنترول يقول إيه، إجابة صح، عفية عليك يا سجاد. صرنا 60 نقطة قابلنا 20، ونرجع لمحمد. محمد ضايج؟ ما ضايج، لا لا الحمد لله تمام. مستعد نروح للسؤال الأول للجولة الثانية؟ مستعد إن شاء الله. سؤالك يقول يا محمد: من القائل قالت فمن صاحب الدين الحنيفي؟ أجب فقلت أحمد خير السادة الرسل. قالت فمن بعده يصفى الولاء له؟ قلت الوصي الذي أربى على زحلي. من القائل، الصاحب بن عباد أم الحسين بن الحجاج البغدادي أم الناشئ الصغير؟ من هؤلاء قال هاتين البيتين؟ يلا يا محمد أتكم بس 20، خلوها 50 وقللوا الفارق. انطيني إجابة في ظرف 30 ثانية، باقي من عدها 15 فقط. إن شاء الله الناشئ الصغير. الناشئ الصغير كنترول يقول الناشئ الصغير هي الإجابة الصحيحة. هل تتفق مع ما ذهب إليه محمد أم لا؟ نحتاج معرفة الإجابة الصحيحة يا كنترول، شنو هي الإجابة الصح؟ كنترول يقول خطأ الإجابة، الإجابة الصحيحة هي الصاحب بن عباد. يلا شباب خلونا متفائلين، ممكن نعوض، عدنا 20 مقابل
للتغيير، كل شيء قابل للتغيير. سجاد اثنين، شلونك؟ زين ان شاء الله. يلا سؤالك يقول: تقع المدرسة العاملية الدينية في كربلاء المقدسة، الكاظمية المقدسة، النجف الأشرف، أين تقع هذه المدرسة؟ المدرسة العاملية الدينية وين تصير يا سجاد؟ ركز لي وانطيني الإجابة، بيكم ما تزود نقاطكم وتزيد فرصة تأهلكم وصعودكم للحلقات القادمة، يعني للنهائي، يعني ممكن 5 مليون أو 3 مليون أو 2 مليون تكون من نصيبكم يا شباب. إن شاء الله تعالى مدرسة النجف الأشرف. يقول مدرسة العاملية أو العاملية الدينية تقع في النجف الأشرف، هذا ما ذهب إليه سجاد. يلا يا كنترول، الإجابة صح ولا خطأ؟ ننتظر الكنترول ونشوف الإجابة. النجف الأشرف هي إجابة سجاد. 1 2 3 يلا يا كنترول، الإجابة صح، عفية عليك. 60 صارت 90، 60 صارت 90. يعني شنو يا شباب؟ يعني وضعنا صار بخطر، تمام؟ نحتاج نركز، مرتضى نحتاج نجاوب. وسؤالكم يا جامعة بغداد يقول: كانت مدرسة الميرزا كريم الشيرازي الدينية تقع في الكاظمية المقدسة أم الحلة أم كربلاء المقدسة؟ وين كانت هذه المدرسة؟ لازم تجاوبنا على هذا السؤال حتى نعدل الفارق ونكمل بتنافس عالي وحلو. يلا عندك وقت، 10 ثواني باقية، أحتاج إجابة. قول الإجابة الثانية. الحلة. الحلة. كنترول، نروح وياك إلى الاختيار الثاني ونثبت على الحلة كإجابة على السؤال. هل هذه الإجابة صح أم خطأ يا كنترول؟ هذه إجابة مرتضى ويقول 20، خلونا نصعدها ونسويها 70. كنترول، الإجابة صح ولا خطأ؟ يقول خطأ الإجابة، لا 70 ولا 50 ولا 100. للأسف الإجابة الصحيحة هي كربلاء المقدسة. يلا يا صفاء، هالمرة وياك إن شاء الله. صعبة المسؤولية؟ يقينا. أكيد. يلا وأنتوا قدها إن شاء الله وتعبرون إن شاء الله. سؤالكم يقول: متحف يعود تاريخه إلى حوالي 530 قبل الميلاد، كان منسقه آخر ملوك الإمبراطورية البابلية الجديدة، والذي يقع في ولاية أور على بعد حوالي 150 متر من جنوب شرق زقورة أور الشهيرة، هل هو متحف نبوخذ نصر أم متحف إنجالدي نالس أم متحف سرسق؟ أي هذه المتاحف، متحف سرسق أم متحف إنغالدي نانس أم متحف نبوخذ نصر؟ 30 ثانية يا صفاء، السؤال إليك. جماعتك جابوا 90 وأنت وياهم، سووها شقد؟ إن شاء الله الإجابة الأولى، متحف نبوخذ نصر. يعني 120 إن شاء الله. كنترول، متحف نبوخذ نصر يخلي رصيدنا 120 لو يبقي 90. يلا نشوف الكنترول، هل الإجابة صحيحة ولا خاطئ؟ يقول خطأ الإجابة يا صفاء. ليش استسرعت؟ ليش استسرعت يا صفاء؟ عندكم 90 نقطة حلوات، لكن ما مجبر تتسرع بالإجابة، تأنى، استثمر وقتك وأخذ راحتك وانطينا الإجابة الصح. عموما العوض ممكن وكل شيء قابل للتغيير. نكمل ونرجع ويا الشباب، نرجع لمحمد. محمد سؤالكم يقول: جامعة بغداد متحف تعليمي يستهدف طلاب المدارس والجامعات ويضم معروضات بشرية حقيقية تزيد على 60 معروضا، من بينها قلب ورئة ودماغ وهيكل عظمي، هل هو متحف المستقبل، متحف الشارقة العلمي، أم متحف زايد الوطني؟ أي هذه المتاحف هو الذي يحتوي على هذه الأمور؟
30 ثانية وياك يا محمد. نعم. ركز، وما عندكم غير 20، بإمكانكم تسووها 50. متحف الشارقة العلمي إن شاء الله. متحف الشارقة العلمي يا كنترول. محمد يثبت على الإجابة الثانية، متحف الشارقة العلمي، ويقول عسى ولعل هذه الإجابة تسوينا 50 نقطة. يلا يا كنترول، ويا محمد نروح ونشوف وياك هل متحف الشارقة العلمي إجابة صح ولا خطأ. كنترول لا تعذبنا، الإجابة الأولى ما لنا علاقة بها، الإجابة الثانية صح ولا خطأ يا كنترول؟ قول لنا صح، تقول لنا صح وخلي تعدل الفارق. إجابة صح، عفي عليك يا محمد. العشرين صارت 50، وقل الفارق شوية. وهسه نروح للشباب ونقولهم اجتمعوا وسولفوا بيناتكم وجيبونا إجابة حلوة وكملوا تواصلكم وتقدمكم. السؤال لجماعة وجامعة القادسية يقول: من الأقلام الستة التي شاعت في العصر العباسي وما تزال مستخدمة إلى الآن، هو خط المحقق، خط الرقعة، خط التعليق. سولفوا بيناتكم، جيبوا الإجابة منا، رجعوها منا، نحتاج بالأخير إجابة صحيحة. تخلي رصيدكم 120 حلوات، 120 نروح به للمجموعة أو الجولة الثالثة، أمورنا تمام. إن شاء الله خط المحقق الأول. الإجابة الأولى كنترول، نروح إلى الإجابة الأولى، خط المحقق أو المحقق، هل هو إجابة صح أم خطأ يا كنترول؟ هل راح يصيرون 120 يا كنترول لو لا؟ نحتاج الإجابة يا كنترول، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي، خلونا حلو 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 حلو، 120 نقطة لصالح القادسية، 50 نقطة لصالح جامعة بغداد. وياكم سؤال أخير يا شباب، هذا السؤال قيمته 30، قدر الإمكان قللوا الفارق حتى تصير فرصتكم أكبر للجولة الأخيرة. سؤالكم يقول: من هو الخطاط الذي كتب كراسة الخط الزاهر الجلي في بيان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل هو جواد سبتي أم وسف ذنون أم الملا علي الفضلي؟ من هؤلاء هو الذي كتب هذه الكراس؟ يلا يا شباب، 50 غير كافية، غير مقنعة. استاذ الإجابة الصحيحة إن شاء الله الجواب الخيار الأول، جواد سبتي. جواد سبتي، ثبتوني يا شباب على جواد سبتي. وكنترول نروح وياك إلى الإجابة الأولى، جواد سبتي هو صاحب هذه الكراسة التي كتبت بالخط الزاهر الجلي في بيان فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صح ولا خطأ يا كنترول؟ كنترول ناوي تعذبنا، ناوي تشلع قلبنا وقلبهم، هم عندهم بس 50. انطينا الإجابة وخلي نشوف الأجواء شلون تصير. 50 نضيف لها 30 ويصيرون 80 لو لا يا كنترول. يلا جواد سبتي صح ولا خطأ؟ صح، عفي عليكم. 50 صارت 80، ونكمل الجولة الجاية، فارق قليل بين الطرفين، 120 مقابل 80، الفارق 40. والسؤال القادم بالجولة الجاية قيمته 50، يعني بسؤال نقدر نعوض، بسؤال واحد خطأ من قبلهم أو صح من قبلنا نقدر نعوض. خليكم ويانا وخلي معنوياتنا عالية وخلي إمكانياتنا كبيرة ومركزين ودقيقين، ونروح إلى فاصل قصير مع مشاهدينا الأحبة الكرام، وبعدها نرجع ونكمل وياكم جولتنا الثالثة والأخيرة بحلقة اليوم. خليكم ويانا.
رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير والأخير بحلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. ويانا اليوم اثنين من الجامعات اللي دا يتبارون واللي يتنافسون بروحية عالية ويتمنون اثنينهم الفوز، والفوز حق مشروع للطرفين، لكن الواقع يفرض علينا ان واحد يفوز وواحد يخسر، والخسران يبقى بالقلب والفايز روح ويانا للجوائز الثلاث الكبرى في هذه المسابقة. القادسية عندهم 120 وجامعة بغداد عندهم 80، شون راح تكون النتيجة بالجولة الثالثة؟ هالمرة بمين نبلش يا شباب؟ بلش ويا بغداد لو ويا القادسية؟ كيف شو تقول محمد؟ مستعد؟ مستعد إن شاء الله. أنت مستعد؟ ما عندك مشكلة إن شاء الله. يلا نبلش وياك إذا مستعد. سؤالك يقول يا محمد، الخضر عليه السلام هو ذلك العبد الصالح الذي له ذكر في القرآن الكريم وله مقام كبير ومعروف في قضاء سمي باسمه، يقع في محافظة أين يقع هذا المقام؟ المثنى أم البصرة أم ذي قار؟ 30 ثانية، سؤال لك وحدك، ركز وانطينا الإجابة. قيمة هذا الجواب 50، يعني 80 تصير 130. الجواب إن شاء الله المثنى، الخيار الأول. المثنى ثبت يا محمد. ثبت إن شاء الله. كنترول، نروح على الإجابة اللي هي المثنى واللي هي الاختيار الأول ضمن الاختيارات الثلاث التي يقع فيها مرقد الخضر عليه السلام. هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ إذا كانت صح راح يصيرون 130 يا كنترول، وإذا كانت خطأ راح يكون 80 يا كنترول. شنو هي الإجابة؟ ننتظر منك يا كنترول تشرح لنا الإجابة وتبين لي إياها. يلا 1 2 3، المثنى إجابة صح، في عليكم 80 صارت 130، والشباب هنا 120. 130 تقابلها 120 وسجاد راح يزودها إن شاء الله. يلا يا سجاد خلينا نشوف ايش قد راح تجيب لنا نقاط بهذه الجولة. والسؤال إليك يا سجاد يقول، الحسين بن روح النوبختي النائب الثالث للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، دفن في بغداد أم النجف أم سامراء؟ 30 ثانية وياك تقدر توصل بيها للإجابة الصح وتقول هذه إجابتي وانطوني 50، وإحنا أكيد ما نبخل عليك بـ50 إذا كانت إجابتك صحيحة إن شاء الله. الإجابة الأولى إن شاء الله بغداد. الإجابة الأولى ويقول في بغداد. كنترول نروح للإجابة الأولى، هل الإجابة الأولى صح ولا خطأ يا كنترول؟ هل دفن الحسين بن روح النوبختي في بغداد أم لا يا كنترول؟ ننتظر، إذا كانت الإجابة صح راح ينضاف لهم 50 نقطة ويصيرون 170 بدل 120. كنترول 1 2 3، والإجابة صح، عفية عليكم، 120 صارت 170. حلوة، الأجواء بدأت تحلى والتنافس بدأ يكبر بين الاثنين. نكمل وياكم يا شبابنا في جامعة بغداد، وهالمرة وياك يا مرتضى، سؤالك قيمته 50 نقطة، تذكر 50 نقطة، الجماعة عندهم 170 وتعدكم بس 130. خلونا نشوف سؤالكم ويا ريت إجابتك تكون صح. السؤال يقول، كتب بخطه كتاب الروضة البهية للشهيد الثاني وأتمه سنة 1013 للهجرة في مدرسة ابن أبي جامع بالحويزة، هل هو الشيخ مهدي الكاظمي أم الشيخ نصر الله النجفي أم الشيخ فضل بن محمد بن فضل العباسي؟ من هو الذي كتب الروضة البهية؟ يلا انطيني إجابة 30 ثانية حلوة سريعة دقيقة صحيحة واني انطيك 50 نقطة. عايل وياك؟ لا لا. يلا اخذ وقتك وانطيني الإجابة. لا
يلا يا مرتضى، 10 ثواني عندك، 3 اختيارات أمامك، تاج منك جواب. الجواب الثالث، يلا يا كنترول، الجواب الثالث هو من ذهب إليه مرتضى، هل هو الصح أم خطأ يا كنترول؟ يلا يا كنترول نشوف وياك الجواب. 1 2 3 والإجابة الصح، عفية عليكم. 130 ونضاف لها 50 وصارت 180، فارق صار 10 يا شباب. دا تشوفون شو تنقلب الموازين. يلا ويا من نروح هسه ويا سجاد، يلا والنعم من سجاد. سؤالك يا سجاد يقول: له رسالة في كيفية الاستخارة، وأيضا كتب نسخة من شرح مختصر الأصول للقاضي عبد الدين الإيجي وأتمه سنة 993 للهجرة، من هو؟ هل هو السيد جمال الدين يوسف الغروي، أم السيد هاشم الموسوي، أم الشيخ علي بن يوسف العاملي؟ من هؤلاء هو الذي قام في هذه أو كتب هذه الرسالة؟ يلا يا سجاد عندك 10 ثواني فقط، جاوبني خلال المتبقي من الوقت. إن شاء الله الإجابة الثالثة العاملي. الإجابة الثالثة العاملي، الشيخ علي يوسف العاملي. نثبت على هذه الإجابة يا كنترول ونروح ويا سجاد إلى ما ذهب إلى، ويقول الإجابة الثالثة هي الإجابة الصحيحة. يا ترى فعلا هذه الإجابة الصحيحة وحيصيرون 220 نقطة، لو راح نبقى على 170. يلا يا كنترول خلي نغير الموازين، فارق 10 نقاط بينهم وبين بغداد، نسويهم 220 يا كنترول، شو تقول؟ كنترول نطينا الإجابة الثالثة، حمرة لو خضرة يا كنترول؟ يلا يا كنترول ثبت لنا الإجابة. 1 2 3 يا سجاد، والإجابة صح، عفية عليكم، وصارت 220 نقطة، 220 نقطة برصيدكم يا شباب القادسية، 180 فقط يا جامعة بغداد. ويا من وصلنا؟ ويا محمد. محمد سؤالك هالمرة يقول لازم تجاوب عليه حتى نقترب ولا نروح إن شاء الله. سؤالك يقول: كثرة المداد في رأس القلم يسمى الرف أو الرعاف أو الرق أو الرق. يلا ركز وانطيني الإجابة، 30 ثانية وياك. كثرة المداد في رأس القلم شنو يسموها؟ واحدة من بين ذن التسميات الثلاث. إن شاء الله الإجابة الثانية يسمى الرعاف. الرعاف الإجابة الثانية. كنترول نروح للإجابة الثانية، والشباب عندهم 180، نضيف لهم 150 نقطة ويصيرون 130 أو 230 يا كنترول لو لا. خلينا نثبت على هذه الإجابة الثانية. أنا راح أباوع الشباب وراح أشوف شلون ينتظرون الإجابة. نشوف من خلال وجوههم الإجابة صح ولا خطأ. راح أعد وياك يا كنترول، 1 2 3 يا كنترول، صح لو خطأ؟ إجابة صح، الحمد لله، 180 صارت 230، مبروك. الله يبارك فيك. 230 220، يعني شنو عندنا هسه؟ عندنا سؤال حاسم، سؤال جماعي. يا صفاء، صفاء صفاء، شوفوا حاسم، تدري ليش؟ لأن أنت هنا إذا قلت إجابة صحيحة نصعد زين، وعدكم بعد أمل سؤال ثاني، واضح الفكرة؟ إذا لا الأمل يقل. وسؤالك يا صفاء الأخير في هذه الجولة يقول: الزليجة أو الزليجة مصطلح نعني به طي الورق 6 مرات
أم طي الورق 4 مرات أم طي الورق 8 مرات الزليجة تعني. طي الورق 6 مرات لو 4 مرات لو 8 مرات يا صفاء. ركز وانطيني الإجابة. 30 ثانية بقى منها 10. يلا يا صفاء. 50 نقطح الواد ونقول الإجابة الأولى. وال220 تصير 270 حلوات. كنترول طي الورق 6 مرات هل يطلق عليه الزليجة كما موجود في السؤال أم لا يا كنترول؟ جاوبنا هل الإجابة صح أم خطأ يا كنترول؟ الإجابة الأولى هي التي ذهب إليها صفاء في الإجابة على سؤال الأخير وهو يترقب، والإجابة صح. عفي عليك. وال220 صارت 270. يلا يا مشاهدين الأحبة، المن تشجعون والمن تتوقعون؟ باقي عندنا سؤال بسؤال، 50 مقابل 50. ممكن هنا يجيبون 50 وش قد يصيرون؟ 280. وممكن القادسية ما تجاوب وبغداد تفوز، وممكن الجماعة يجابون يصيرون 280 وبغداد هم القادسية هم تجاوب وتفوز. كل شيء محتمل لحد هذه اللحظة باختلاف النتائج، ممكن بغداد وممكن القادسية. نرجع ويا بغداد ونشوف سؤالكم الأخير. ركزوا بهذا السؤال فهو الفيصل في أن تبقوا أو تغادروا. السؤال يقول للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين المؤرخ الشهير بالمسعودي البغدادي المتوفى 346 للهجرة كتاب في المقالات والديانات يحمل عنوان. شنو عنوان الكتاب؟ الإبانة عن أصول الديانة، الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة، أم الإبانة عن كتب الخزانة؟ يلا 30 ثانية نسولف بيناتنا، نتشاور، نتبادل المعلومات ونوصل للإجابة الصحيحة. يلا عشر ثواني وياكم يا شباب. يلا يا فريق جامعة بغداد، الخيار الثاني هو من نذهب إليه. كنترول حسمنا الأمر ونقول الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة التي نتمناها والتي نتوقع أنها ستزيد من رصيدنا وتنقذنا. الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة هي الإجابة. هل صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ يلا يا كنترول، الشباب مغمضين، الشباب يترقبون. وللأسف الإجابة خاطئة يا شباب. الإبانة عن أصول الديانة هي الإجابة الصحيحة. للأسف طيحيتوا هسه، ذاك اليوم قلناها واليوم نقولها، مصائب قوم عند قوم فوائد. نحن نستفاد إن شاء الله. إن شاء الله الفائدة بالمعرفة والمعلومة. وسؤالكم الأخير يا شباب يقول جامعة القادسية، الشيخ عباس القمي المتوفى سنة 1359 للهجرة عالم جليل ألف العديد من الكتب منها مفاتيح الجنان والكنى والألقاب، أما كتابه في علم الرجال فيعرف به الفوائد الرضوية أم الفوائد الاثني عشر الرجالية أم الفوائد الأصولية؟ ما اسم هذا الكتاب؟ ركز، عندكم 270 النقاط تفيدكم بما أنه أنتم متأهلين، فالنقاط تفيد تكثر بعدين تفيدنا، تقل بعدين تأثر علينا. يلا يا شباب ال 270 خلوها 320 إن شاء الله تعالى وصلونا إجابة. إن شاء الله الفوائد الاثني عشر يا رجالية. إجابة ثانية. الإجابة الثانية يا كنترول، الفوائد الاثني عشر الرجالية، هل هي إجابة صح أم خطأ يا كنترول؟
الإجابة خاطئة للأسف يا شباب. لكن 270 حلوات الإجابة الصح هي الفوائد الرضوية. إذن 270 نقطة هو حصاد الجولة في هذا اليوم لصالح جامعة القادسية، ويقابلها 230 نقطة لصالح جامعة بغداد. وبهذا نقول لجامعة بغداد شكرا جزيلا وحظ أوفر ويانا إن شاء الله في جولات قادمة ومواسم قادمة، وأكيد كل التوفيق لشبابنا الأحبة في جامعة القادسية بأن نلقاكم مرة أخرى، وإن شاء الله نشوفكم في إحدى الجوائز الثلاث في هذه المسابقة. كلكم تعبتوا وحاولتوا توصلون الإجابات بأكبر قدر ممكن وجاوبتوا على أكثر الأسئلة بشكل صحيح، لكن هذا حال المسابقة، لازم أكو واحد فايز وأكو واحد خسران. وأنتم مشاهدين الأحبة الكرام لكم سؤال مهم في هذه الحلقة، ومن خلال نقدم لكم جوائز قيمة، وجوائزنا ثلاث هي قيمة أيضا لحضراتكم، أما زيارة بيت الله الحرام أو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا أو زيارة السيدة زينب عليها السلام، كل اللي عليكم تجاوبون على سؤال الحلقة من خلال الواتساب الرقم الظاهر أسفل الشاشة على سؤال حلقة اليوم. وسؤالكم مشاهدين الأحبة الكرام يقول: سؤال حلقة هذا اليوم، مجلة علمية تعنى بالتراث المخطوط والوثائق عن مركز إحياء التراث التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، ما اسم هذه المجلة التابعة لدار المخطوطات للعتبة العباسية المقدسة؟ أحتاج منكم معرفة الإجابة الصحيحة عن اسم المجلة وإرسالها عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب، ونتمنى لكم الفوز بإحدى الجوائز الثلاث المقدمة للمشاهدين الكرام. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لفريق جامعة القادسية، شكرا لفريق جامعة بغداد، وعلى أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة مع متسابقين جدد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.